مسلمين المفروض ان هم داخلين في هذه الجماعه حسب ما انا فاهم، لماذا ينخرط المسلمون في جماعه اسلاميه؟ بيعملوا ايه؟ يعني ايه المسلمين؟ هل في حد من المسلمين دول ما بيعرفش يصلي؟ ما بيعرفش يصوم؟ ما بيعرفش يعمل عمره؟ ما بيعرفش يزكي؟ هل هو محتاج هذه الجماعه للانخراط فيه عشان يعلموه اصول الدين؟ هل هم بيشتغلوا دين جوه الجماعه دي؟ طب ايه علاقه السياسه بالجماعه؟ فده المساله. لا هي الفكره كانت انها جماعه دعويه، السؤال فعلا زي ما حضرتك بتقول. بصي يا حضرتك هي يعني ما لا لا أنا بس عايزه اشير للاسف الشديد لهذه الصور الحصريه، ده القتيل اللي وقع في احداث الطالبيه بالهرم امام السينما، ودي صور حصريه لينا انفردت بها الزميله اسماء فرغلي للضحيه التي سقطت في الانفجار الثاني اللي شهدته منطقه الطالبيه بالهرم. للاسف الشديد زي ما حضراتكم شايفين يعني صوره مؤسفه. ده مواطن عادي في الشارع بيمر. خليني يعني هي الصوره دي يعني ادل شيء على اللي انا بقوله لحضرتك. منذ متى كانت جماعه الاخوان المسلمين جماعه دعويه؟ تدعو لايه؟ يعني هل جماعه الاخوان المسلمين راحت تدعو غير المسلمين للاسلام؟ دي الجماعه في النهايه بتستقطب بعض المسلمين لهذه الجماعه. طب ما معنى ان بعض المسلمين يدخلوا في جماعه للاسلام؟ بيعملوا ايه؟ اذا هناك شيء اخر غير الاسلام وغير الدعوه بيحدث داخل هذه الجماعه، ففكره بقى ان احنا نبتدي نصنف اعضاء الجماعه وما يحدث داخل الجماعه. ده الجناح القطبي المتشدد. مساله بصي حضرتك، لا بصي ما فيش حاجه اسمها، انا اسف، مفيش حاجه اسمها جناح معتدل، يعني فكره اللي بيتكلموا على حسن البنا وجناح حسن البنا وهو اللي بدا الجماعه، حسن البنا هو الذي بدا العمل السري ولا بدا الاختلاف السياسي. فهي الفكره كلها يعني بالحق يعني لما نيجي نتكلم على جماعة الإخوان المسلمين علينا أن نصنف جماعة الإخوان المسلمين التصنيف الذي تستأهله جماعة الإخوان المسلمين. أنا خليني بس أقول إن الصور اللي إحنا نقلناها لحضراتكم على الهواء مباشرة هي صور حصرية لينا للقتيل أو الضحية اللي سقطت في أحداث الانفجار الثاني في منطقة الهرم، في منطقة الطالبية بالهرم. هذه الصورة تؤكد كل يوم كل الضحايا الذين يسقطون في هذه الأعمال الإرهابية يكتبون. لا يا فندم اللي في الجديده دي بقى، لا في في قدام سينما رادوبيس، قدام سينما رادوبيس شارع الهرم. يكتبون كل شهاده وفاه تكتب لهؤلاء الضحايا تكتب شهاده وفاه جديده لهذا التنظيم الارهابي. بالتاكيد هو حسن البنا يعني في نهايه فترته الاولى في الاربعينات هو قرر على نفسه وقال ان هؤلاء ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين. هذا تصريح قبل موته بايام يدلل به انه العمل اللي تم كله على يده سواء تنظيم سري او غيره ان كل دول خارج اطار الدين، وانه استشعر في لحظه من الزمن انه صار في الطريق الخطا. فانا متوافق مع كلام الدكتور في هذا الموضوع، ان القضيه الان انه ما كان يصلح في العشرينات لا يصلح لنا الان اطلاقا. احنا الان في زمن غير الزمن وفي تفكير غير التفكير، استدعاء التاريخ حتى ملوش قيمه. الآن تعيش الأمم المتحضرة بما يسمى الدستور والقانون ودولة المؤسسات. لو جينا على مصر كدولة، مصر تمتلك أقوى مؤسسة دينية في العالم أجمع.